أنتم كما قلت لكم لستم كباقي الجاليات والمهجرين. إخوانكم من العراق هجروا من قبل، وفي جاليات أخرى عربية وإسلامية هجرت، لكن أين هم الآن؟ هل أقاموا لأنفسهم كيانا؟ لا، ذابوا وضاعوا وتاهوا، وذابت شخصيتهم وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من أخلاق أوروبا، وجزءا لا يتجزأ من تدين أوروبا. ذابوا كما ذاب الهنود الحمر. أين هم الهنود الحمر اليوم؟ ذابوا. أما أنتم فألف تحية لإخواننا في الصومال. أنا في الحقيقة أنا حكم دولي في المسابقات العالمية، حكمت في أوروبا كثيرا، خاصة في أوروبا على القرآن الكريم. في كل مرة يتقدم من الدولة صومالي يقول القائم على المسابقة: الآن تتقدم دولة السويد فيطلع علينا شاب من الصومال، الآن يتقدم واحد من النرويج فتطلع علينا بنت من الصومال، الآن يتقدم واحد من أمريكا فيطلع علينا عشرة من الصومال. من أنتم يا أهل الصومال؟ حدثوني بالله عليكم، هذا سر بينكم وبين ربكم. لعل آباءكم وأجدادكم كان بينهم وبين الله رباط قوي، فأنتم الآن تعيشون في خيراتهم، فاحمدوا الله على ذلكم.